أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دائما يعني توصف السياسة الخارجية الأردنية بأنها بتشتغل بميزان من ذهب، كيف ترضي أمريكا مع روسيا، كيف ترضينا هون ولا مع أي حدا تاني، كيف السعودية كانت وقطر بالأول ولا الإمارات حاليا ولا كيف. يعني الموضوع حقيقة معقد، ولكن دائما توصف السياسة الخارجية حقيقة بسياسة ذكية تماما في السياسة الخارجية إجمالا هنا في الحكومة أو في بلدنا في الأردن هون. ولكن الآن مؤخرا هناك تحركات يعني غريبة، أحيانا يعني ما بتفهمهاش مظبوط إلا بدك تسمع تحليلات كثيرة حتى نحاول نعرف فعلا ما هو دور الأردن الآن، إن كان بالمصالحة الأخيرة أو التقارب ما نسميه المصالحة ما بين تركيا والإمارات بعدما حصل ما بين تركيا ومصر مثلا، والعديد من التحركات أو لنقول التركية الأردنية الخليجية بشكل عام. حول هذا الموضوع معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بسام بدرين. يعطيك العافية أستاذ بسام. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك، أهلا بك. يعني سؤالي بداية والسؤال العام، ما الذي يجري الآن في المنطقة؟ يعني أعتقد بصورة عامة أيضا أن ما يجري الآن في المنطقة له علاقة ببوصلة الإدارة الأمريكية لترتيب الملفات والأوراق. يبدو أنه بعد الانسحاب الأمريكي العسكري من أفغانستان أن الرئيس جو بايدن مهتم بالأولويات التي يعني فاز بالانتخابات على أساسها، وهي أولويات علنية في الواقع يعرفها الجميع، وبالتالي ما يجري الآن هو حصريا إعادة ترتيب الملفات، وعكس الإرادة الأمريكية بأن تعالج المشكلات وتصل إلى مستوى صفري كما تقول العديد من الأوساط الخبيرة بين حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة بهدف التفرق للأولوية في الاشتباك الأمريكي المتعلقة بالصين وإيران. وبالتالي أنا أقرأ الحراك الأردني والحراك المصري والحراك الفلسطيني في هذا السياق، وأقرأ في نفس السياق في الواقع التحولات في خطاب اليمين الإسرائيلي ومحاولة جمع شتات معسكر الاعتدال العربي ومحاولة تبريد الجبهات الساخنة وإعادة الحوار ما بين الإماراتيين والأتراك ثم الأتراك والمصريين، وتحت عنوان أمني سياسي وليس سياسي أمني هذه المرة. أعتقد أن الأردن بصورة عامة يلتقط ما هو جوهري في المسألة، ولديه ميزة كنت قد أشرت لها أنت في مقدمة حديثك زميلنا المحترم. الأردن بلد يعني طوال عقود دبلوماسيته السياسية قائمة على القدرة على التحدث مع جميع الأطراف بنفس الوقت، وبالتالي الحراك الملكي الآن في هذا السياق من وجهة نظري. تفضل. أكمل. تفضل تفضل. إذن الإدارة الأمريكية باتجاه ترتيب أولوياتها وملفاتها، وبالتالي من بين هذه الأولويات المسألة الأكثر إلحاحا إعادة ترتيب الاتصالات ومستويات التنسيق ومعالجة واحتواء الصدمات والمشكلات بين يعني أعضاء النادي الأمريكي في الشرق الأوسط إذا جازت التسمية. ويعلم الجميع بأن الأردن بلد له مكانة متقدمة في هذا النادي إن جازت التسمية أيضا، وتركيا أيضا لها يعني مكانة متقدمة، وبالتالي التحولات التي حصلت في إسرائيل ومحاولات حرص إدارة بايدن على وقف أي تصعيد عسكري له علاقة بقطاع غزة، ثم التحدث عن دور أردني ومصري في رعاية يعني مشاورات لتثبيت الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاحقا لزيارة جلالة الملك الأخيرة وهي زيارة مهمة بالتأكيد، يبدو أن القيادة الأردنية استشعرت هذه الأولويات وحصلت على نوع من التفويض إلى حد ما بالعمل على تبريد الجبهات ومناقشة بعض الملفات العالقة. وهنا لاحظنا التقارب الإمارات التركي، ولاحظنا بأن الشيخ طحنون وهو رمز المؤسسة الأمنية الإماراتية صحيح. يعني كان في تركيا ثم زار عمان،
واليوم نتحدث عن زيارة جلالة الملك لموسكو، وقبل ذلك محمد بن زايد كان بعمان، وقبل الجميع الاتصالات والمشاورات الأردنية المصرية فعالة يعني كما يقال باللغة الإنجليزية 24 hours، وفي الأثناء حضر إلينا الرئيس محمود عباس. إذن نتحدث عن حراك له علاقة فعليا بترتيب أولويات المنطقة، عنوانه المصالحات والمصارحات واستئناف الاتصالات، وجميعنا يعني راقبنا كيف تطورت فجأة العلاقات الأردنية القطرية، وكيف تطورت أيضا مستويات الاتصال والتشاور بين الأردن وتركيا، وكيف قدمت شروحات في كل من عمان وأنقرة لكل طرف تشرح وجهة نظر الآخر، سواء في مسألة المزاحمة للدور الأردني والوصاية الهاشمية في المسجد الأقصى من الجانب التركي، أو في مسألة تعليق الأردن لاتفاقية التجارة الحرة واستبدالها ببروتوكول تم توقيعه واعتماده والمصادق عليه في أنقرة مؤخرا. إذن كل هذه الحركات تؤسس لمحاولات تهدئة طويلة الأمد في المنطقة، وأزعم أن لها علاقة بتركيز المواجهة على أمريكيا على مسألة الصين وإيران. طيب موضوع إيران تحديدا الآن، وهو الشغل الشاغل للاحتلال بشكل عام حاليا، والدور الأمريكي يذهب باتجاه يعني موضوع الاتفاقية إلى حد ما، يعني ماذا سيكون الدور تحديدا في موضوع الملف الإيراني؟ لا أحد يعلم. أولا الدور الأمريكي في الاتجاه الإيراني مفتوح على الاحتمالات. الإدارة الأمريكية الحالية يعني تريد العودة للاتفاق النووي، لكنها تريد إيران ضعيفة، وإيران يعني غير موجودة عسكريا وأمنيا، ومؤثر على الأقل في ساحات متعددة في المنطقة مثل اليمن ولبنان، وحتى في الأفق السوري وفي المعادلة العراقية. وبالتالي المطلوب يعني إيران مقصوصة الأجنحة، يعني على طريقة الدجاج المسحب كما نصفه بشكل أو بآخر، بمعنى الأمريكي يعيد تموقعه ويريد أن يعيد مفاوضاته مع إيران وشروط اللعبة، وهذا نوع من أنواع التكتيك بعيدا عن التصعيد العسكري والتلويح بحرب إقليمية يمكن أن ينتج عنه تشنجات وأزمات، ويعني ضربات عسكرية هنا أو هناك أو أعمال غامضة هنا أو هناك، لكن على الأقل واضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد أن تتفرغ للصين، وتريد أن تتفرغ هندسة الملف الإيراني، مما يبرر الزيارة الأخيرة المهمة التي قام بها رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي الحالي ويليام بيرنز إلى تل أبيب، إلى العدو الإسرائيلي الصهيوني، بهدف ضبط اليمين الإسرائيلي، محاولة تصميد حكومة نفتالي بنت الحالية، محاولة منحها يعني روح إضافية تستمر لستة أشهر على الأقل باعتبارها حكومة آيلة للسقوط، وفي محاولة لضبط مسألتين، يعني كان بيرنز في تل أبيب لمسألتين، أولا هندسة الموقف الإسرائيلي وتحذير الإسرائيلي بعدم وجود مبرر الآن للتصعيد العسكري ضد إيران في العراق وسوريا، خوفا من أن يذهب بينت لمغامرة عسكرية يعني تؤذي الحسابات الأمريكية بهدف استقطاب اليمين الإسرائيلي، هناك أزمة في اليمين الإسرائيلي. والمسألة الثانية يعني لا يريد الاستخبارات الأمريكية لا تريد تصعيدا عسكريا ضد قطاع غزة في هذه المرحلة، وتريد أن يعني تعمل على تهدئة طويلة الأمد مع الأردن ومصر ومع السلطة الفلسطينية. بالتالي هذا الحراك الأمريكي هدفه أعتقد أنها واضحة وشبه علنية، ولا يوجد أسرار في هذا السياق. طيب سؤالي، ومن ناحية دبلوماسية، عندما نرى هذا التقارب أو التصالح، إن كان الإمارات التركي، إن كان تغيير المواقف بشكل عام في الدول، هل تعود الأمور لطبيعتها ولما هو أفضل، أم أن فقط أهداف قريبة المدى، إن كان كما ذكرت أنت أمنية سياسية أو غيرها؟ يعني مثلا عندما نرى العلاقة ما بين مثلا تركيا والإمارات، كان يمكن هناك العلاقة يعني هناك شرخ كبير، حتى أن الرئيس أردوغان ذكر أنه يعني هناك بعض الملفات ما زالت عالقة. هل هذا التقارب لا يمكن أن يعود كما كان في الوضع الطبيعي، أم هو مؤقت فقط؟ هناك طبعا شرخ كبير، وسيبقى هناك شرخ كبير. لا، هذه هي عبارة عن لقاءات تشاورية لها علاقة بمستجدات والأمر الواقع الذي يعني أنتجته وخلقته سياسيا المعادلة الجديدة للرئيس جو بايدن.
هذا تعاطي اشتباك سياسي مع التفاصيل، واختيار القنوات الأمنية على الأقل في التفاهم التركي والإمارات الأخير، يعني علينا أن نلاحظ أنه أعقب القناة الأمنية التي يعني انتهت بمشاورات واتصالات يعني واعدة بين الأتراك والمصريين، وبالتالي نتحدث عن تبريد الجبهات وعن الحاق الأمني، عن البداية من الأمني حتى نصل إلى الدبلوماسي والسياسي ونناقش بعض التفاصيل. طبعا هذا لا يعني الانتقال إلى مستوى علاقات واعدة أو استراتيجية لاحقا، ولا يعني إزالة الخلافات، بل قد يعني باللغة الدبلوماسيين الغربيين الاحتفاظ بتلك التجاذبات والخلافات وإبقائها بعيدة عن مصلح العمليات السياسية الأمريكية على الأقل في هذه المرحلة. وبالتالي الخلافات تبقى على قيد الحياة لكنها توضع في مخزن مؤقتا، ويتم العمل على تبريد الجبهات بمعنى عدم الاحتكاك. يعني أيضا الإماراتي يريد أو الأمريكي يريد من الإماراتي والتركي أن يوقفا الاحتكاك في السودان مثلا، وفي ليبيا مثلا، وفي حوض المتوسط أيضا، وعلى ممرات البحر الأحمر وباب المندب. هناك العديد من القضايا التي يمكن تبريدها ووضعها في 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 يعني ثلاجة العمل الدبلوماسي والبوصلة الأمريكية ولو مؤقتا، وهذا لا يعني أن المواقف تغيرت عند الدول ولا الأزمات يتم علاجها، لكنها جملة تكتيكية واقعية تفرضها المستجدات بانتظار ما سيأتي بعدها. نعم نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بسام بدرين، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم.